النبيين عدا وكربلاء وجوههم شعط لرزق الحسين. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ولعن الله قاتليك. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. في تفسير قوله تعالى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، جاء عن القاسم بن محمد بن عقيل كما في تفسير فرات الكوفي عن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله الأنصاري، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في حائط من حيطان بني حارثة في المدينة المنورة، بستان، إذ جاء جمل أجرب أعجف حتى سجد للنبي صلى الله عليه وآله. هذه الحادثة للعلم مستفيضة على أنها من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله، أن جملا قد جاء وبرك وسجد له صلى الله عليه وآله. ونقلت هذه الحادثة في مصادر شتى عندنا وعند العدو على السواء. قلنا لجابر، تقول الرواية، أنت رأيت هذا الجمل قد سجد لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال نعم، رأيته واضعا جبهته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال
أي قال النبي: يا عمر، يخاطب عمر بن الخطاب، إن هذا الجمل قد سجد لي واستجار بي، فاذهب فاشتره وأعتقه ولا تجعل لأحد عليه سبيلا. قال: فذهب عمر فاشتراه وخلى سبيله حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، هذا بهيمة يسجد لك، فنحن أحق أن نسجد لك، سلنا على ما جئتنا به من الهدى أجرا، سلنا عليه عملا. هكذا يزعم عمر، يقول: إن هذا الجمل جاء لك يا رسول الله وسجد لك، نحن أحق أن نفعل. ففي موازاة ذلك: لم لا تفرض علينا أجرا لقاء الهدى الذي جئتنا به؟ افرض لنا عملا نؤدي به شكرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو كنت آمر أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فقال جابر: فوالله ما خرجت من هذا الموضع، من هذا المكان، حتى نزلت الآية الكريمة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذا هو أجر رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا النبي العظيم الذي كانت بعض البهائم ومنها هذا الجمل تؤدي شكره أكثر مما صنع بعض أمتي. عمر بن الخطاب هل أدى شكر النبي صلى الله عليه وآله؟ إنه سأل النبي هذا السؤال: يا رسول الله، سلنا على ما جئتنا به من الهدى أجرا، نزل أمر الله عز وجل حينها أن إذا أردت الأجر فالأجر هو هذا، المودة في قربى رسول الله صلى الله عليه وآله. فالسؤال الذي يتوجه إلى الطاغية عمر: كيف عاملت قربى رسول الله بعد رسول الله؟ كيف عاملتها؟ ثم السؤال يتوجه إلى هذه الأمة: كيف عاملت قربى النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا؟ أكانت تؤدي هذا الأجر؟ أم كانت لا تؤديه، بل أكثر من هذا، لا أنها اكتفت بعدم تأدية الأجر، وإنما قامت ونزت على قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وقطعت أوصاله. ابن رسول الله، سيد شباب أهل الجنة، يفرى لحمه على رمضاء كربلاء؟ أهذا هو أجر الرسالة؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة
نزد له فيها حسنا. أول مرتبة المودة، تؤدي المودة لقرب النبي صلى الله عليه وآله، والمودة هنا تستتبع الطاعة، أن تطيعهم، تطيع الأئمة الأوصياء من قرب النبي صلى الله عليه وآله. ثم إذا أردت أن يقوى إيمانك تقترف حسنة، تخطو خطوة باتجاههم حتى يخطون خطوة باتجاهك فتزداد حسنا. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، في نفس المصدر في تفسير فرات الكوفي، وكذلك روى هذه الرواية ثقة الإسلام الكليني عليه الرحمة في الكافي الشريف بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أي الإمام محمد بن علي الباقر في قول الله تبارك وتعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، قال: الاقتراف التسليم لنا. هذا معنى ومن يقترف حسنة، تسلم لأهل البيت، تطيع أهل البيت، تخضع لأهل البيت، تبخع لأهل البيت، تطأطئ رأسك لأهل البيت كما طأطأ الجمل رأسه لرسول الله حتى وضع جبهته على الأرض ساجدا له. نعم، أنت لست مكلفا بأن تسجد لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام أدائيا وعمليا، ولكنك مكلف بأن تؤدي ما يماثل هذا السجود معنويا واتباعا، وهو الخضوع لهم، تخضع لهم، تسلم تسليم. والإسلام هو ماذا؟ الإسلام هو التسليم، تسلم نفسك لله، ومن ثم تسلم نفسك لسفراء الله على الأرض، الأنبياء والأوصياء الحجج الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين. قال الباقر: الاقتراف التسليم لنا والصدق علينا، لا تكذب عليهم وألا يكذب علينا. هذا هو معنى الاقتراف. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، تتقدم خطوة، تتقدم الجنة لك خطوة بهذا البخوع، بهذا التسليم، بهذا الانقياد. سؤال مهم جدا: أين ولت هذه الأمة عن التسليم والخضوع لأئمتها؟ أين ولت؟ لا أقول الأمة كل الأمة، إنما أعني أكثريتها إلى هذا اليوم، ولا أخص الناجين المسلمين بالشيعة، لا أقول إن من يدعون التشيع عبر العصور إلى يومنا هذا كانوا كلهم من المسلمين حقا، من المنقادين حقا، لا أقول هذا، لأن أهل الوصف كثير، أما أهل الفعل ماذا؟ واقعا ماذا؟ وأنت تدعي ادعاءات، تقول أنا مسلم، وصف، تصف نفسك بأنك مسلم، ولكن في الواقع العملي أنت مسلم حقا؟ يعني تسلم كل شيء لله عز وجل بالفعل هكذا، أم ترتكب ما تعلم أنه عصيان لله عز وجل ومع ذلك تصف نفسك مسلما؟ وكذلك ذاك الذي يصف نفسه شيعيا،
تقول أنك شيعي، تصف نفسك بأنك شيعي، ولكن هل حقا أنك مسلم لأهل البيت تمام التسليم؟ فلست أخص إذن بالمسلمين الشيعة، بل ولا أخص أقرباء أهل البيت. من قال بأن أقرباء أهل البيت المعصومين عليهم الصلاة والسلام كانوا كلهم من المسلمين والخاضعين للأئمة من أهل البيت؟ كلا أبدا. وهذا هو موضوعنا هذه الليلة، هذا درس ينبغي أن نعتبر به، أن نقرأه جيدا، وأن ينحفر في أذهاننا جيدا. الحسين بن علي صلوات الله عليهما حمل قلبه كثيرا من الآلام والأوجاع، خذلان الأمة كان ألما كبيرا له، خذلان من تسمى بالتشيع كان ألما مضاعفا له، وخذلان أقربائه له كان ألما أكثر من كل تلك الآلام بأضعاف. وهذا أمر طبيعي أيها الإخوة، سبق وأشرت به إليكم، أو أشرت إليه في كلامي معكم من ذي قبل، أنه كلما جاءتك الطعنة من الأقرب كلما كانت أوجع. إذا طعن فيك العدو ليس مثل ما يطعن فيك الصديق، إذا طعن فيك الغريب ليس مثل ما يطعن فيك القريب. لماذا خص الله عز وجل أبا لهب لعنه الله بسورة تفضحه، ولم يخص مثل أبي سفيان أو أبا جهل أو غيرهما من طغاة قريش الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لماذا خص هذا بنزول هذه السورة ولم تنزل سور مستقلة في أولئك؟ بل وكل الآيات التي ذمت أولئك ما اشتملت على أسماء صريحة لأولئك؟ أتجد آية فيها أبو جهل؟ أتجد آية فيها أبو سفيان؟ لا تجد، إنما تجد سورة كاملة باسم أبي لهب الصريح. لماذا؟ مع أن أبا لهب إن قست محارباته لرسول الله صلى الله عليه وآله فهي أقل كيفا وكما من محاربات مثل أبي سفيان مثلا، خاصة أن أبا سفيان هو رأس الشجرة الملعونة في القرآن، وشكل خطا، يعني أسس خطا أمويا مهمته تدمير الإسلام من الداخل بالتحالف مع الخط السقفي، أي خط أبي بكر وعمر وعثمان، خط السقيف، تحالفوا ودمروا الإسلام من الداخل. فلماذا لم تنزل سورة في أبي سفيان؟ لأن أبا سفيان مهما كان فهو غريب، إنه من بني أمية، والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله من بني هاشم. حين كان يتحرك أبو سفيان بتحركاته المناهضة لرسول الله صلى الله عليه وآله ويسيء إليه مثلا في مواسم الحج عند قبائل العرب، عند زعماء العرب، كان هذا أمراً اعتيادياً، لأنه يقال هذا تنافس بين قبيلتين، ما كان الأمر يوجع رسول الله صلى الله عليه وآله كثيراً. أما حين كان يدور أبو لهب
على رؤوس القبائل قائلا: لا تسمعوا لابن أخي إنه مجنون. فكان تأثير أبي لهب في صرف أولئك عن استقبال دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله، دعوة الإسلام، كان تأثيره ماذا؟ أقوى، لأنهم كانوا يقولون: ما مصلحة العم أن ينكر ابن أخيه؟ الألم الذي يأتيك من القريب مضاعف عن الألم الذي يأتيك من الغريب. الحسين عليه الصلاة والسلام لمثل هذا الألم أيضا تعرض، خانه بعض أقربائه، خذله بعض أقربائه. مر عليكم أيها الإخوة في بعض خطاباتنا السابقة شأن محمد بن الحنفية أخي الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. ومحمد بن الحنفية أنا إلى هذه اللحظة متوقف في شأنه، وإن كنت أميل إلى جرحه. لماذا؟ لأنه وردت فيه مذمات، من أبرزها هذه الرواية التي سبق ونقلناها لكم في الخطابات السابقة وارتكزنا عليها، وهي حقيقة مرتكز، تجدونها في دلائل الإمامة للطبري، تجدونها في كامل الزيارات لابن قولويه وغيرهما، أن حمزة بن حمران أو زرارة يقول أحدهما، وكان في خدمة ومجالسة الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، يقول: ذكرنا خروج الحسين عليه السلام وتخلف ابن الحنفية عنه. احنا في محضر الإمام الباقر عليه السلام وتكلمنا ليش ابن الحنفية نكص ولم يلب دعوة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، لما تخلف عنه؟ فقال: يا حمزة، الإمام عليه السلام يقول: إني سأحدثك من هذا الحديث بما لا تشك فيه بعد مجلسنا هذا. أنا راح أعطيك جواب شافي وقاطع بحيث ما تشك بعد مجلسنا هذا في شأن محمد بن الحنفي، أنه ماذا كانت حاله. إن الحسين صلوات الله عليه لما فصل متوجها إلى العراق دعا بقرطاس وكتب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي إلى بني هاشم، وفي لفظ آخر إلى محمد بن الحنفية ومن قبله من بني هاشم. أما بعد، فإنه من لحق بي استشهد، ومن تخلف عني لم يبلغ الفتح، وفي نسخة أخرى لم يدرك الفتح والسلام. يعني ماذا؟ يعني هذا ذم لابن الحنفية، وكل هاشمي قعد عن نصرة أبي عبد الله الحسين بأي عذر من الأعذار. لم يبلغ الفتح، أي فتح؟ أهو الفتح الدنيوي أم الفتح الأخروي؟ الفتح الديني. كربلاء الحسين أعظم الفتوحات. أتعلم لماذا؟ لأنه بعد 1400 سنة ها نحن ها هنا في لندن قاعدين مجتمعين على ماذا؟ على كربلاء الحسين عليه السلام. هات لي معركة تاريخية أخرى امتد تأثيرها 14 قرنا إلى الآن وإلى ما شاء الله، هات لي.
تتجدد هذه المعركة في كل عام في العاشر من محرم. ترى الدماء تسيل فضلا عن أن ترى الصدور تضرب والهتافات تعلو والكل يصرخ يا حسين يا حسين. أين تجد مثل هذا الفتح؟ أين تجد؟ المعركة ما زالت حية إلى يومنا هذا، في حين كل المعارك الأخرى مع أنها كانت أبشع من حيث الكم تارة، من حيث الكيف تارة، أبشع يعني عدد قتلاها أكثر، دامت أياما أكثر، بعضها شهور، قتلى أحيانا بالملايين يصيرون بمئات الألوف. كل تلك المعارك طواها النسيان ولا أحد يتذكرها إلا اللهم الذين يبحثون وينقبون في التاريخ، يفتش في التاريخ فيجد أنه معركة كذا وقعت، هل قد عدد قتلى، هذا منتصر، هذا انهزم، هالشكل صارت جرائم، هالشكل صارت فظائع، وهذا هو، ولا أحد هم يتأثر لما يقرأ هذه المعارك الموجودة في التاريخ. الآن الباحثون في التواريخ الآن مثلا حينما يقفون على هذه المعارك لا تجد أحدا منهم يتأثر ويبكي، فضلا عن أنه يأتي ويلطم نفسه أو يشج رأسه. ما السر في هذه المعركة؟ السر هو أنها فتح، ولكن هذا الفتح لا يدركه إلا أولئك المسلمون لأهل البيت. ومع الأسف الشديد ما كان ابن الحنفية في هذا الموقف على الأقل من المسلمين، ما كان، لو كان لأجاب لما تخلف. وللعلم محمد بن الحنفية يحاول بعض هنا أو هناك الاعتذار له، ولكن هذه أعذار واهية للعلم، هذه أعذار واهية. هذا الرجل له كثير من الشطحات، وأية شطحات، وبليات وأية بليات. في أيام شهادة الإمام الصبط الأكبر الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام استحضره الإمام وحذره من الحسد، قال له كما في الكافي الشريف: إني أخاف عليك الحسد، وإنما وصف الله به الكافرين، فقال الله عز وجل: كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وبالفعل وقع في فخ الحسد. متى؟ يوم نازع الإمام علي بن الحسين عليهما السلام الإمامة، نازعه الإمام، والقصة معروفة ومشهورة وكلكم تعرفونها، وبعض يعتذر يقول أنه كان هذا اتفاقا بين الإمام وبين هذا حتى تظهر كرامة الإمام. هذه للعلم كلها تبريرات ضعيفة، لا مجال الآن للاسترسال في ردها. إذن ما الذي يجعلنا نمتنع عن أن نحكم على هذا الرجل بالانحراف؟ ما الذي يجعلني أنا شخصياً مثلاً أتوقف في شأنه إلى الآن؟ بضع أمور تشير إلى أنه قد تاب، لأنه هذه المنازعة التي وقعت عند الحجر الأسود بينه وبين الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، في نفس الرواية مذكور أن محمد بن الحنفية رجع وقد تولى علي بن الحسين واعتقد إمامته مثلاً، فنقول لعله تاب بناء على ظاهر هذه الروايات. هنالك أيضا بضع روايات أخرى تشير أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يقول ما مضمونه: من أراد أن يبرني في الدنيا والآخرة فليبر ابني هذا، يعني هذا محمد بن الحنفي مثلا. فلتعارض بين هذه الأدلة نستطيع أن ننتهي إلى هذا الرأي، نقول إن هذا الرجل شطح
وقع في حسد، حسد الإمام الحق، بل كان يخشى أن يحسد الحسين عليه الصلاة والسلام، لأن الحسن حينما استحضره كان يؤكد عليه، يقول لو أنت تعلم أمر الوصية ليس بأيدينا، مضمون الرواية هذا بيد الله، بيد رسول الله، وقد أوصى النبي إلى أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين أوصى لي وأنا أوصي للحسين، فلا تكونن ممن يحسد الحسين مثلا، لا يكون تهتم بأن تجعل نفسك منافسا للحسين، تمني نفسك الإمام مثلا، لا يكون هالشكل تفكر. فنقول إنه نعم شطح، ولوجود احتمال قوي بأنه تاب ورجع فإنا نتوقف في شأنه وننتظر ظهور إمامنا عليه الصلاة والسلام لكي يوضح لنا حاله بالدقة. لكن موضوع بحثنا هو هذا، أنه حين وقع الابتلاء الإلهي، الاختبار الإلهي لكل البشر، وفي مقدمتهم بنو هاشم آل الحسين عليه الصلاة والسلام، هل كان هذا ممن نجح في الاختبار أم ممن لم ينجح في الاختبار؟ شنو جواب الإمام الباقر؟ ما نجح في الاختبار، تخلف فلم يدرك الفتح، لم يبلغ الفتح، ما اختار طريق الاستشهاد في سبيل الله عز وجل، فخسر نصرة الحسين عليه الصلاة والسلام. هنالك نموذج آخر لشخصية أخرى، تلك الشخصية نستطيع أن نجزم بأنها شخصية هالكة من أقرباء أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام، وكان كذلك من المتخلفين عن تلبية دعوته والقاعدين عن نصرته. من هو هذا؟ إنه عبد الله ابن جعفر، زوج الحوراء زينب صلوات الله عليها. نعم صحيح، ابن جعفر الطيار عليه السلام صحيح، ولكنه خذل الحسين، خذل الحسين. ومع الأسف الشديد أيها الإخوة، هذه الملفات إنجاز التعبير لا تفتح على المنابر، بل تسمعون على كثير من المنابر مدح هذه الشخصية، والحال أنه نحن علينا أن نقرأ حادثة الطف بكل تفاصيلها، وأن ننقد كل شخصيات ذلك العصر حتى تتحقق العبرة، تتحقق الدروس، وإلا لم نعتبر بشيء ولم نفهم شيئا عن هذا الابتلاء العظيم وهذه المحنة العظيمة. نحن مطلوب منا أن ننقد، مطلوب منا أن نفتش، مطلوب منا أن نحقق، أن نمحص. سؤال مهم، هل كان عبد الله بن جعفر من المسلمين لإمام عصره أم لا؟ كيف كان تعامله مع حجة الله الحسين بن علي؟ كيف كان تعامله معه؟ أكان تعامله معه تعامل المطيع لواجب الطاعة؟ أم لا، كان يتعامل معه باحترام، لا ننكر كان يحترم الحسين عليه السلام، بل تظهر منه مواقف أنه قد بكى على الحسين، تأثر بما جرى على الحسين، أرسل ولديه مع الحسين عليهما السلام، ولداه المستشهدان مع الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة. هذا كله صحيح، ولكن كان فاشلا في هذه النقطة، وهي ماذا؟ ما عرف ولا أقر بإمامة الحسين عليه الصلاة والسلام،
تقول لي كيف؟ أقول لك هكذا: أنا أعتقد الآن بأن سيدي ومولاي الحجة ابن الحسن هو إمامي صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه. إذا جاءني الإمام وقال إني ماض إلى كذا، إني سأفعل كذا، هل يمكن أن أعترض عليه؟ إذا كنت معتقدا لإمامته وأنه لا يتحرك أي تحرك إلا بأمر من الله عز وجل، فهل أعترض عليه؟ هل أقدم بين يديه شيئا؟ أقدم عليه شيئا؟ أصلا هل أجعل لي رأيا في قبال ما هو ماض عليه؟ هل يمكن أن أرى نفسي أفهم في الأمور أكثر منه حتى أنصحه أقول له ترى لا تسوي هالشكل وسوي هالشكل؟ وإذا تعاملت هكذا مع إمامي الآن فإني لست معتقدا بالإمامة. هذا مثل واحد يروح ماذا يقول لي الله عز وجل أنت المفروض هالشكل تسوي، ماكو فرق، هذا حجة الله على الأرض، هذا سفير الله للناس. مثل ما واحد يروح للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول له لا أنت مفروض ما تسوي هالشكل، تسوي ذاك الأمور الأخرى. إحنا هؤلاء عمر وغير عمر ذولا اللي لهم مواقف من هذا القبيل، يعترضون على رسول الله صلى الله عليه وآله إن الرجل لا يهجر مثلا، إحنا ذولا شو نسميهم؟ نقول هذولا معتقدين بالنبوة حقا؟ شنو خلافنا أصلا مع أهل الخلاف؟ أنه نقول هذه المواقف تدل على ماذا؟ على أنهم وإن تصنعوا احترام رسول الله صلى الله عليه وآله لكنهم ما كانوا معتقدين بالنبوة حقا، لأن المعتقد بالنبوة حقا لا يعترض على رسول الله صلى الله عليه وآله، بل ولا يجعل نفسه في مقام الموجه لرسول الله. أنت توجه رسول الله تقول له سوي ولا تسوي؟ ما الفرق بين هؤلاء المنافقين الذين اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وبين عبد الله بن جعفر الذي اعترض على الحسين عليه الصلاة والسلام وكتب له هذه الرسالة؟ هذه الرسالة مستفيضة، ترى رسالة عبد الله بن جعفر للحسين بن علي، رواها المؤلف والمخالف، رواها من طرفنا الشيخ المفيد في الإرشاد، من طرف العامة رواها ابن أعثم في الفتوح، رواها الطبري في تأريخه، رواها ابن كثير في البداية والنهاية، في كثير من المصادر تجدونها. أنا أنتقي لكم ما في الفتوح لابن أعثم الكوفي. يقول: وانتقل الخبر بأهل المدينة أن الحسين بن علي يريد الخروج إلى العراق، فكتب إليه عبد الله بن جعفر بسم الله الرحمن الرحيم للحسين بن علي من عبد الله بن جعفر: أما بعد، أنشدك الله ألا تخرج من مكة. لأن الحسين عليه السلام كان أين؟ في مكة. يقول لا تطلع من مكة أرجوك، فإني خائف عليك من هذا الأمر الذي قد أزمعت عليه أن يكون فيه هلاكك وأهل بيتك. ترى أنت إذا طلعت ستهلك وتهلك معك أهل بيتك. هذا خطاب يوجه للمعصوم، يعني أنت لما تعترض أو تحاول توجه المعصوم، يعني شنو؟ وإن كان بسياق النصيحة، وشنو أي نصيحة؟ أنت المفروض تفهم هذا المعصوم هو عارف بعد تكليفه، هذا المعصوم ده يتلقى الأوامر من الله عز وجل، أنت من حتى تكتب له رسالة وتقول له لا تخرج، ترى لا تروح، ترى هذا يهلكك ويهلك أهل بيتك؟ هذا معناه على أقل تقدير أن هذا الرجل ما عرف حقيقة الحسين إلى الآن، ما متعامل وياه على أنه حجة لله، على أنه إمام معصوم مفترض الطاعة يتلقى الإخبارات من السماء، ما متعامل معاه بهذه الطريقة، وإلا ما يكتب هالشكل كتاب. شيء واضح.
يقول: فإني خائف عليك من هذا الأمر الذي قد أزمعت عليه أن يكون فيه هلاكك وأهل بيتك، فإنك إن قتلت أخاف أن يطفأ نور الأرض وأنت روح الهدى وأمير المؤمنين، فلا تعجل بالمسير إلى العراق، فإني آخذ لك الأمان من يزيد وجميع بني أمية على نفسك ومالك وولدك وأهل بيتك، والسلام. شوف الخطاب الذي يوجهه لحجة الله على خلقه، يقول له لا تخرج، ترى هذا فيه هلاك، وأنا أخذ لك أمان من يزيد، أنا أخذ لك أمان من يزيد. وبالفعل المؤرخين يذكرون أنه ذهب إلى والي يزيد على المدينة وطلب الأمان للحسين عليه السلام. يعني هالشكل هذا تصرف واحد معتقد بالإمامة؟ هذا المؤرخون ينقلون أن الحسين عليه السلام أجابه أيضا برسالة جوابية، فماذا قال فيها؟ يقول: فكتب إليه الحسين بن علي عليهما السلام: أما بعد، فإن كتابك ورد علي فقرأته وفهمت ما ذكرت، وأعلمك أني رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله في منامي فخبرني بأمر وأنا ماض له، لي كان أو علي، والله يا ابن عم لو كنت في جحر هامة من هوام الأرض لاستخرجوني حتى يقتلوني، والله يا ابن عم ليعدين علي كما عدت اليهود في السبت، والسلام. يجاوب الإمام عليه الصلاة والسلام، يوضح له على قد عقله يحكي وياه، يقول له أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في منامي أمرني بأمر وأنا لازم أنفذ أمر النبي صلى الله عليه وآله، لي كان أو علي. وثم يبين له أنه أنت نظرتك قاصرة للأمور، أنت قاصر، أنت ما فاهم، أنت تسمي هذا هلاكا بأي دعوة؟ بدعوى أنه أنا أخذ لك الأمان من يزيد فأنت لا تهلك، يعني لا تقتل. أستدع عنك أنه هذا ما فاهم أصلا معنى الشهادة في سبيل الله عز وجل، ما فاهم الفتح العظيم الذي كتب الحسين به إليه وإلى من سواه من بني هاشم، من لحق باستشهد ومن لم يلحق لم يدرك الفتح أو لم يبلغ الفتح، لم يبلغ الفتح. هب أن كل هذه الأمور كلها هذه لازم نغض الطرف عنها الآن، ولكن أنت حتى مسألة الهلاك هذه ما فهمتها. والله يا ابن عم لو كنت في جحر هامة من هوام الأرض، يعني في جحر حية، في جحر عقرب، أيا يكن من هذه الهوام، هاي الدواب التي تقتل الإنسان، تهم بالإنسان، إذا كنت في ذلك الجحر لجاءوا إلي لاستخرجوني حتى ماذا؟ يقتلوني. السلطة الأموية وضعت مخططا لا بد من تصفية الحسين بن علي، لا بد، بايع أو ما بايع، قبل أو ما قبل، تحرك أو لم يتحرك، كان حجر عثرة أمام مخططاتهم الشيطانية. فإذا كان الأمر هكذا، أنا مقتول في الحالتين، فأختار أي قتلة، قتلة العزة والإباء لا قتلة الذلة، هيهات من الذل. وهذا المعنى للعلم ترى خاف حتى على المعاصرين في زماننا، البعض كانوا سابقا يأتون ويشكلون في بعض البلاد لا أسميها، أنه إحنا نتعرض إلى يعني اضطهادات هنا،
ربما تبلغ القتل، فلماذا أنتم تمضون في هذا الاتجاه؟ ودونكم العراق، انظروا الآن ماذا، كيف يستحر فيه القتل. تذكرون في السنوات الماضية شلون كان الوضع، وإلى الآن بس الآن شوية أخف. فكنا نجيبهم بهذا الجواب: أنت مقتول في الحالتين، نحن مقتولون في الحالتين يا قوم، نحن مضطهدون في الحالتين، نختار أي قتلة. يعني إذا كنت مظلوما في الحالتين فالأظلم على شيء يسوى. إذا كان القرار من قبل الظالمين أن نقتل كما الآن في البحرين مثلا، قرار خلص، هذه السلطة الخليفية الظالمة الغاشمة تريد تصفية الشيعة حقيقة، تصفية الوجود الشيعي في البحرين، عندها مشكلة مع أكثرية الشعب، تدري أن هاي الأكثرية رافضة لها، ولن يعني ما راح تقعد راحة إلى الأبد إلا أن ماذا، تسقطها، شيء واضح. يعني لا يمكن أن تتصور يوما من الأيام شعب البحرين يتصالح مع هذه السلطة، مع هذه الطغمة الحاكمة، يمكن هذا يتصور الآن؟ لا يتصور. راح تبقى هذه الحرب إلى الأبد، نعم تزيد أو تنقص، شوية تشتد أو تضعف، أما بشكل عام التنافر بين الطرفين باق موجود. خلص، هنالك خطة ممنهجة لتصفية الوجود الشيعي في البحرين، تارة بقتل الشيعة، تارة بسجن الشيعة، تارة بنفيهم، بسحب جناسيهم. قرأتوا أنتم في الفترة الأخيرة سحبوا جناسي مجموعة من الأخوة البحارنة، تارة بإقحام أغراب وتجنيسهم حتى ماذا، يصيرون هم أكثرية على، يعني يحدثون تغيير ديموغرافي في التركيبة السكانية لشعب البحرين. حتى عموما آل خليفة يريدون أن يصلوا إلى مرحلة، مو الآن، بعد 10 سنوات، بعد 100 سنة، بعد 500 سنة، أنهم ماكو بعد واحد شيعي في البحرين. هذا هو المطلوب حتى يثبت ملكنا. زين، إذا كان الأمر هكذا، يعني هذه خطة تصفية هم ماشين بها في كل الأحوال، وأنا أدري في كل الأحوال سأتعرض إلى شيء من الظلم، قد يبلغ القتل، قد يبلغ السجن، قد يبلغ ما دون ذلك، ولو على مستوى الطرد من الوظيفة. تدرون إيش قد مطاردين من الوظائف من أهل البحرين، طردوهم من أعمالهم. إذا كان الأمر هكذا، يسوى أنا أجي أستهلك نفسي، أستهلك روحي، أستهلك قدراتي في ماذا؟ على قضية الشعب يريد إسقاط النظام؟ يعني أحجم وأقزم ما أنا أريد؟ لو الأفضل أن أجعلها بدلا من أن تكون ثورة سياسية على آل خليفة، أجعلها ثورة على أعداء الزهراء البتول عليه الصلاة والسلام. ذاك يسوى، أنا مقتول في الحالتين مو هالشكل، وخلي أقتل بأني ماذا، قد سقطت أعداء الزهراء عليه الصلاة والسلام، يأخذوني آل خليفة يموتوني يقتلوني يعدموني على هذا، أشرف لي مليون مرة وأكثر ثوابا عند الله عز وجل من أن يعدموني على أنني أسأت لجلالة الملك. خلي يأخذوني يعدموني على أنني قد أسأت بتعبيرهم إلى أبي بكر مثلا، قاتل الزهراء، قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله، الطاغية الأول الذي حرف الإسلام، من أنه يأتوني يحاكموني ويعدموني على ماذا؟ على الإساءة لواحد مثل حاكم البحرين الحالي. ما دام الأمر هكذا خلي أروح إلى أقصى حد. هذا الذي صنعه الحسين عليه الصلاة والسلام، هو يقول أنا مقتول في الحالتين، في كل الأحوال أنا مقتول، ولازم أروح إلى ماذا؟ إلى أقصى حد، لأنه هذا الوصول إلى أقصى حد هو الذي يشعل ثورة إسلامية عقائدية ترفض الباطل، ترفض الجور، ترفض الطغيان،
ترفض الذلة، هيهات من الذلة، مبدأ عظيم رسخه أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام في الوجدان الإسلامي، ولولاه لكان كل المسلمين أذلة. بعث الإسلام من جديد، بعث الروح الإسلامية الحرة الأبية من جديد، لأنه ماذا؟ وصل إلى أقصى حد، إلى آخر لحظة. كان يناجزهم، كان يتحداهم، قتلوا أهل بيته هنا وهناك، جزروهم أمام عينه. أصحابه كذلك، بقى وحيدا فريدا، استسلم، بايع، قبل بالذلة، ما قبل إلى آخر لحظة مستمر، وصلها شوف آخر نقطة ممكنة في التحدي، لأنه ماذا؟ في كل الأحوال هو مستهدف، مستهدف بأن يصفى، يتم تصفيته عليه الصلاة والسلام. هذا عبد الله بن جعفر من قصور إدراكه ما فهم أن السلطة الأموية إلى أين ستمضي باتجاه الحسين عليه الصلاة والسلام. تصور أن الأمور لا راح ترجع طبيعية، مثل الأغبياء اليوم من أهل العامة الذين يقولون الحسين كان مفروض عليه أن ما يتصلب هاش الشكل، كان مفروض يبايع يزيد وتنتهي القضية، ينزل على حكم يزيد، ليش يفرق الجماعة؟ هؤلاء كلهم قاصرون أغبياء ما عرفوا كنه الحسين، كنه ثورته المجيدة العظيمة، ما عرفوا أصلا رسالة الحسين شنو، توجه الحسين شنو، هو ما عرفوا. هذا واحد من أقرباء الحسين هكذا يتكلم. وهذا الرجل للعلم لم يصح فيه مدح واحد، في الروايات في الأحاديث ما تجد مدحا يستقر له، حتى بعض الأعلام ممن تصوروا أن له جلالة اعتمادا على بعض الروايات، هؤلاء ما فهموا هذه الروايات جيدة. مثلا صاحب معجم رجال الحديث محقق الخوئي بماذا يستشهد على سبيل المثال حينما يتعرض إلى ترجمة وحال عبد الله بن جعفر؟ يستند إلى رواية وردت في الخصال للشيخ الصدوق أنه الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان في معرض كلامه مع أحد من اليهود، وكان يتحدث الإمام صلوات الله عليه عن المواطن التي ابتلاه الله عز وجل واختبره فيها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي سبعة مواطن. ففي الموطن السادس يتحدث الإمام عليه السلام عن مجريات معركة صفين، ويبدي أسفه لخيانة جنده له في قضية التحكيم ورفع المصاحف وما شاكل، ثم يقول الإمام عليه السلام أنه لماذا أنا لم أتقدم وأمضي في الحرب رغما عن أنوفهم؟ يقول لأنه ذولا ما ظل بعد معي أحد إلا القلة، وأنا كنت أخشى على هذين الحسن والحسين عليهم السلام أن يقتلا فينقطع نسر رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك كنت أخشى على هذا وهذا اللي هو محمد بن الحنفية وعبد الله بن جعفر. فالمحقق الخوئي ماذا يقول؟ يقول هذا دليل على أنه عبد الله بن جعفر من الصلحاء من الأجلاء، إذ كان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يحرص على حياته، في حين أنك حينما ترجع إلى نص الرواية تستكشف أنها أظهر على خلاف هذا الاستنباط، على خلاف هذا الرأي. بالعكس، تستطيع أن تستشعر من كلام الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه يذم أصلاً هم محمد بن الحنفية هم عبد الله بن جعفر. خلي أجيب لك النص حتى أنت تشوف وتتأمل. النص هكذا يقول عليه السلام:
فوالله ما منعني أن أمضي على بصيرتي، يعني بصيرتي في الحرب، إلا مخافة أن يقتل هذان. وأومأ بيده إلى الحسن والحسين عليهما السلام فينقطع نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وذريته من أمته، ومخافة أن يقتل هذا وهذا. هنا هم تأمل، ما قال هذان، قال هذا وهذا. وأومأ بيده إلى عبد الله بن جعفر ومحمد بن الحنفية فإني أعلم لولا مكاني لم يقف ذلك الموقف. يعني شنو؟ هذا مشعر بذمهما أصلا، يقول لولا أنا ترى هنا موجود هؤلاء ما كانا يأتيان ماذا؟ ويحاربان. كأنهما أحرجا بأن زعيم أهل بيتهما الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقاتل، فنحن ولو من باب العصبية القبلية لازم نكون وياه، وإلا يتحدث علينا العرب بالعار، يقولون شلون أنتم خنتما يعني زعيم بيتكما أهل بيتكما. يقول صراحة، يقول فإني أعلم لولا مكاني لولا أنا لم يقف ذلك الموقف. ما كان أصلاً مهم عندهم يجاهدون معاوية ولا يحاربون معاوية، يعني كأنهما تورطا بي. هذه العبارة نستشعر منها أنها على جرح هذين وذمهما أدل. وأنا حقيقة الملاك عندي ما هو، التفتوا جيداً أيها الإخوة، أنا هذا ذكرته بالنسبة إلى ابن عباس وغيره، أنه هؤلاء إذا أردنا أن نستكشف هل أنهم من الصلحاء أم الطلحاء، الملاك هذا، شوف مدى ملازمتهم للأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، شوف كان أكو ملازمة حقيقية أم لا. يعني سؤال، جابر بن عبد الله الأنصاري كان شيخا طاعنا في السن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، صحيح إلى زمان الإمام الباقر، اللي الإمام الباقر يطلع من عمر أحفاده كان ملازم للإمام الباقر، يروح يتلمذ عند الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، صحيح لو لا؟ يقبل يد الإمام الباقر وخضع للإمام الباقر. احنا موضوعنا شنو؟ التسليم، الخضوع، الانقياد. كان منقادا، كان مسلما حقا، عارفا بأنهم حجج الله، فسلم لكبيرهم وصغيرهم على السواء. أما تعال قل لي أين هو ذلك الموقف الذي كان فيه ابن عباس مثلا يتتلمذ عند الإمام الباقر، مو الإمام الباقر، عند الإمام السجاد، مو الإمام السجاد أصلا، جيب لي موقف إن ابن عباس كان جاي للإمام الحسين ويروي عنا روايات أو يتلمذ على إيده، وين؟ نعم ابن عباس حضر عند الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، تعلم له كم كلمة وخبطها هم، خلطها مع شنو؟ مع روايات كعب الأحبار والإسرائيليات وما شاكل، وبعدين أسس له حوزته المستقلة، يعني سوى له حوزة وتلامذة ورفع له علم وأنا مستقل خلص. لم يكن ملازما، ووردت فيه مذمات أيضا، جرح كثيرا من قبل الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، حتى سموه بالخائن الخاسر ابن عباس، هذا اللي يسموه شنو؟ حبر الأمة بعض الناس الجهلة. كذلك عبد الله بن جعفر، تعال قل لي عبد الله بن جعفر كيف كان يتعامل مع الأئمة عليهم الصلاة والسلام؟ أين تجد مثل هذا الخضوع، مثل هذه الطاعة التي كان يبديها مثل جابر بن عبد الله الأنصاري مثلا؟ أين تجد؟ ما تجد، بل على العكس، هاك كتابه الذي كان يخاطب به الحسين بهذه الطريقة الكاشفة لا أقل عن أنه لم يكن مدركا أن الحسين هذا حجة الله واجب الطاعة، ما عنده أصلا هكذا عقيدة، ما كان يرى في الحسين إماما معصوما يتلقى الأوامر من الله عز وجل. لو كان يعتقد بمثل هذا الاعتقاد لما خاطبه بما خاطبه. هذا ناهيك عن أنه أصلاً اشتهر عنه
أمور أخرى قبيحة، كأنه كان يستحل الغناء. هذا استفيض عنه، عن عبد الله بن جعفر، استفاضة موجودة. روى المؤرخون وروى أصحاب التواريخ والكثيرين رووا أنه كان أصلا كان عنده جواري يغنين، وأحيانا كان هو يروح إلى امرأة حتى تغني له. على سبيل المثال مثلا أنقل لكم فقط إشارة واحدة عابرة حول هذا الخصوص، وهو ما قاله ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب الجزء الثاني الصفحة 276، يقول: كان عبد الله، يعني عبد الله بن جعفر، لا يرى بسماع الغناء بأسا. ما كان يشوف أكو مشكلة، وما نستبعد هذا، لأنه شوف اللي هكذا لا يلازم الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، ويتعامل معهم تعاملا قبليا إنجاز التعبير، أسريا فقط. يعني هؤلاء فقط تلاقيهم شوية يحترمون الحسن الحسين عليهم السلام، من باب ماذا؟ من باب قبلي، من باب أسري، لا من باب اعتقاد ديني. وإلا كان يبين هؤلاء شلون يتعلمون الأوامر والمناهي والزواجر وما شاكل من تفصيلات الشريعة، حتى هذا يفتهم أنه ترى الغناء ما يجوز وحرام، أو يتورع عن ذلك. حتما كان يعرف أنه حرام بس ما كان يتورع. يقول: كان لا يرى بسماع الغناء ماذا؟ بأسا. يقول: ماكو مانع. خلص، مشكلة التسليم أيها الإخوة، التسليم. ما سلم بعض أقرباء المعصومين عليهم الصلاة والسلام، ما سلموا لهم، ما سلموا لهم، مع أن هذا التسليم مأمور به من الله عز وجل. في الكافي الشريف نحن نقرأ هذه الرواية المروية عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول: أمر الناس بمعرفتنا والرد إلينا والتسليم لنا، ثم قال: وإن صاموا وصلوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وجعلوا في أنفسهم ألا يردوا علينا كانوا بذلك مشركين. تصلي تصوم تصير مشرك؟ نعم، إذا تخلي في نفسك تقول أنا لا أرجع إلى أهل البيت، لا أرد إليهم الأمور، لا أرد إليهم الأمور، ما أخضع لهم، لا أسلم لهم، لا أطيعهم. مشكلة بعض أقرباء المعصومين كانت هذه، ولذلك خذلوا الحسين عليه السلام، ما سلموا له، اتعاملوا مع خروج الحسين عليه السلام إلى كربلاء وعاشوراء كأنه تصرف، نعوذ بالله، أهوج، تصرف، نعوذ بالله، أحمق، أنه هذا تصرف تهوري، هذا متهور الحسين، هالشكل مسوي، خلينا نقعد ونتأنى، نجيب له أمان من يزيد، ونتحرك، نسوي مفاوضات، مفاوضات سلام مع سلطة بني أمية، هالشكل كانوا يتعاملون. تسليم لم يكن عندهم. بعض المخالفين طبعا يفرحون بهذا الشيء، إذا تقرؤون في أدبياتهم يقولون: كيف تريدون منا نقنع بأن هؤلاء أئمة معصومون وأقرباؤهم ما كانوا يتعاملون معهم على أنهم أئمة معصومون؟ ما كانوا يعترفون أصلا بإمامتهم، وهاي اعتراضاتهم وهاي مخالفاتهم لهم، فهذا دليل على أنه دعواكم هذه ماذا؟ باطلة. ما كان هؤلاء أئمة معصومون، ما كان عند أقربائهم وهم أعرف الناس بهم مثل هذا الاعتقاد. هذه لا يخفى على العقلاء والمتدبرين وذوي الألباب أن هذه مغالطة كذلك، لأنه إذا فتحت هذا الباب فهل تستطيع أن تقول إن نبوة نوح عليه السلام تنتفي لأن قريبه من صلبه ابنه ما كان يرى فيه نبيا؟ ابن نوح كان يرى والده نبيا؟ ما كان يرى والده نبيا. عم رسول الله، أحسنتم، كثير من أقرباء الأنبياء والأوصياء عليهم الصلاة والسلام ما كانوا يتعاملون مع الأنبياء والأوصياء على أنهم أنبياء وأوصياء، ولذلك كانوا يخالفونهم ويتمردون عليهم وأحيانا يحاربونهم أيضا.
شنو تبطل نبوة الأنبياء بذلك؟ تبطل وصاية الأوصياء بذلك؟ شنو ربط هذا بذاك؟ هذه مغالطات. وثم لم يكن كل أقرباء الحسين عليه السلام على هذه الشاكلة. كثير من أقرباء الحسين عليه الصلاة والسلام، كثير من أقرباء المعصومين عليهم الصلاة والسلام كانوا بالفعل مقرين بإمامة المعصومين ويتعاملون معهم على أنهم حجة الله على الخلق، حتى كبيرهم يخضع. قبل أيام في يوم 27 من ذي الحجة مرت علينا ذكرى مع الأسف كثير من المؤمنين يجهلونها ولا يحيونها كما ينبغي، ذكرى وفاة السيد الجليل العظيم علي بن جعفر ابن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، ابن إمام معصوم، أخ إمام معصوم، عم إمام معصوم صلوات الله عليه، رجل جليل عظيم من كبار فقهاء أهل البيت. هذا الرجل مرت الذكرى ما حد أحياه، إحنا ليش نحترم هذا الرجل؟ ليش نقدس هذا الرجل؟ لأنه كان مسلما خاضعا حقا، خاضعا لأبيه ما تمرد على أبيه، خاضعا لأخيه الإمام موسى الكاظم، خضع لابن أخيه سلم بإمامة الرضا، استشهد الرضا، جاء الجواد تولى الإمامة وعمره كم سنة؟ 8 سنين. وذلك الرجل كان ابن الإمام جعفر الصادق، الإمام الجواد من عمر أحفاده إذا مو أبناء أحفاده. هذا بالنسبة إليه طفل صغير، وذلك شيخ هرم كبير في العمر. مع ذلك ينقل المؤرخون والرواة كيف أنه كان يخضع للإمام الجواد عليه الصلاة والسلام. الإمام الجواد يدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، يقوم هذا الرجل من وسط تلامذته، تلامذته محيطون به، يعلمهم، يبين لهم مسائل الحلال والحرام، الفقه والأحكام، الروايات الشريفة، يقوم فجأة هكذا يفز من مكانه ويروح عند الباب يقبل يد الإمام الجواد عليه السلام، وثم يخلع نعليه بيديه، يقول له أنا نعليك، خليني أنا أتشرف أنه نعلاك أنا أخذها وشنو أرتبها خليها في مكانه. ينكرون عليه، يقولون له أنت عم أبيه، أنت عم أبيه وتصنع به هذا الصنيع، هو الأولى أن يصنع بك هذا الصنيع من الاحترام والتبجيل. فيقول لهم مه سكتوا، إذا كان الله عز وجل لم ير هذه الشيبة أهلا للإمام ورأى هذا الغلام أنا أتمرد؟ الله رأى، نعم، هذا الصبي أهلا للإمامة. الإمام الجواد عليه السلام أيضا كان يقول له دائما رحمك الله يا عم. فمو كل أقرباء المعصومين عليهم الصلاة والسلام ما كانوا خاضعين لهم، لا، كثير من أقربائهم كانوا خاضعين لهم. هذا كنموذج. فحجة المخالف ذات وهن ساقطة. تألمنا نحن من ذكر عبد الله بن جعفر، ولكن هنالك ألم أشد. على الأقل عبد الله بن جعفر كان من بني عمومة الحسين عليه السلام وخذله، ولكن ماذا تصنع بمن خذل الحسين عليه السلام وهو أخوه، لا أعني محمد بن الحنفية، أخ آخر، وبلغت من خسة هذا الأخ، شوف شلون أعبر دقها، خسة أنه هذا الأخ لما يأتيه نبأ مقتل الحسين عليه الصلاة والسلام يقول أنا الغلام الحازم، لو خرجت معه لكنت قتلت. يعني الحمد لله الله نجاني من هذه المهلكة اللي كان أخوي دي وديني إلها، الحمد لله أنا رفضت ما رحت وياه. من هو هذا الرجل؟
عمر بن علي الذي يسمى عمر الأطرف، خسيس، سبحان الله، خسة نعوذ بالله، مثل ابن نوح. شلون كان والده عظيما من أولي العزم من الرسل، لكن ابنه كان شنو؟ خسيس. هذا والده أمير المؤمنين ومولى الموحدين، بس سبحان الله ابن خسيس طلع، مع أنه كان يظهر، شوفوا، يظهر احتراما للحسين عليه السلام، وكان عالما بأن الحسين سيستشهد إخبارا من رسول الله، من أمير المؤمنين، من السبط الأكبر الحسن المجتبى، وأن من يستشهد مع الحسين عليه السلام يفوز فوزا عظيما. وكان يبكي بين يشهق، هو يقول من ذلك، ولكنه مع هذا كله أبطن خسة ونذالة، فخذل أخاه الحسين لما دعاه الإمام الحسين، قال له يلا قوم تعال وياي، ما قبل. هنالك كتاب لأحد عمالقة النسابين العلويين، هذا الكتاب معروف، اسمه الشافي في النسب، لأبي الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد العلوي العمري. ليش علوي عمري؟ هو علوي لكن من نسل من؟ عمر بن علي، فيقال له ماذا؟ علوي عمري، يعني هذا جده، يروي عن جد هذه الرواية التي ينقلها عن كتابه السيد ابن طاووس رحمه الله في اللهوف في قتل الطفوف، الصفحة 19. يقول كتاب الشافي في النسب بإسناده إلى جده محمد بن عمر قال: سمعت أبي عمر بن علي بن أبي طالب يحدث أخوالي آل عقيل. عمر بن علي يحدث من؟ آل عقيل أخواله. قال: لما امتنع أخي الحسين عن البيعة ليزيد بالمدينة، دخلت عليه فوجدته خاليا ما عنده أحد، فقلت له، شوف هذا بدايات الأمر، يزيد الآن عليه اللعنة تولى الحكم، الإمام الحسين عليه السلام طولب بالبيعة له فأبى وقال مثلي لا يبايع مثله. صحيح، الإمام الحسين ترك ماذا؟ أياما قبل أن يتوجه إلى مكة المكرمة في هالأيام، ويقول كان خالي ما عنده أحد، فوجدته خاليا فقلت له: جعلت فداك يا أبا عبد الله، حدثني أخوك أبو محمد الحسن عن أبيه يقول: ثم سبقتني الدمعة وعلى شهيقي، دمعت عيني، تأثرت وشهقت، فضمني إليه، الحسين ضم عمر هذا إليه، وقال: حدثك أني مقتول؟ فقلت: حوشيت يا ابن رسول الله. فقال: سألتك بحق أبيك، بقتلي خبرك؟ الإمام الحسن: بقتلي خبرك؟ فقلت: نعم، فلولا ناولت وبايعت. يقول لي ليش يعني ما تعطي يزيد ما يريد، ناولت ما يريد وبايعته تخلص من المشكلة، ولا قتل ولا هم يحزنون. ويمكن أن نقرأها هكذا، نقول: فهلا أو فلولا تأولت وبايعت. هذا هم ممكن، تأولت يعني شنو؟ يعني تشوف لك مخرج شرعي، تتأول، تقول مثلا تقية، مثلا أتقي أنا فأبايع يزيد. هذا هم يدلك على مدى حتى سطحية التفكير عند هذا الرجل. خو أنت دا تسمع إخبار من الحسن المجتبى عن أبيه أمير المؤمنين أن الحسين سيقتل، شلون تقول روح تعال عاكس هذا الأمر؟ إذن هذا إخبار أنه حتما سيقع،
حتما سيقع. شلون تقول فهلا ناولت أو فلولا ناولت وبايعت أو فلولا تأولت وبايعت؟ يعني شنو؟ يعني تريد الحسين عليه السلام يمضي خلاف مشيئة الله؟ شلون يصير هذا؟ مثل واحد اللي راح لأمير المؤمنين عليه السلام لما أمير المؤمنين قال إن عبد الرحمن بن ملجم قاتلي، قال له يا أمير المؤمنين ليش ما تقتله؟ قال له سبحان الله، أقول لك هو قاتلي فأقتله، قاتلي راح هذا يقتلني، هذا اللي راح يصير، قضاء من الله، قدر من الله عز وجل. شوف فكر. قال له فلولا ناولت وبايعت. قال الحسين عليه السلام حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبره بقتله وقتلي، يعني رسول الله أخبر أبي أمير المؤمنين بأنه مقتول وأني أنا الحسين مقتول كذلك، وأن تربتي تكون بقرب تربته. وين تربة أمير المؤمنين؟ بالعراق. أنا كذلك تربتي وين؟ في العراق، أنا قريب منه، كربلاء النجف. فتظن أنك علمت ما لم أعلمه؟ أنت تتصور يعني أنت متعلم لك فرد شيء اللي أنا ما أعرفه؟ أنا كل شيء عارف، أنا عارف مستقبلي بالكامل. أصلا هنالك وصية مختومة أعطيت بيد الحسين عليه السلام، نقلت هذه الرواية لكم قبل كم سنة في أيضا في الليالي الحسينية، أنه جاء الأمر من الله عز وجل، فض الخاتم. الحسين عليه السلام يرى أوامر من الله مباشرة، اذهب بمن جاهد معك واستشهد فإنه لا شهادة لهم إلا معك. هذا أمر الله، الله عز وجل قضى وقدر أن يذبح الحسين لكي يحيى دينه، قضى وقدر أن تروي دماء الحسين شجرة الإسلام. هكذا الله قدر، هكذا الله قضى، ولا راد لقضائه. فتظن أنك علمت ما لم أعلمه؟ إنه لا أعطي الدنية من نفسي أبدا. مو أنا اللي أروح أبايع يزيد، مو أنا الذي أذل، مو أنا الذي أعطي الدنية من نفسي أبدا. إنه لا أعطي الدنية من نفسي أبدا، ولتلقين فاطمة أباها شاكية ما لقيت ذريتها من أمته. هذا يوم القيامة تشوفوا الزهراء عليه السلام معاها ملف دعوة محكمة، ضد من؟ ضد هذه الأمة. تقول له يا أباه، يا رسول الله، تعال شوف أمتك ماذا صنعت بي وبذريتي من بعدك، ايش سوت بينا. ولتلقين فاطمة أباها شاكية ما لقيت ذريتها من أمته، ولا يدخل الجنة أحد آذاها في ذريتها. لن يدخل أولئك الأوغاد الجنة أبدا، الذين آذوا ذرية الزهراء عليها الصلاة والسلام. زين، من الذي ينقل هذه الحادثة؟ هو عمر بن علي نفسه ينقلها لابنه ويقول أنا تأثرت وأنا كذا سمعت والحسين هالشكل بين لي. طيب، لما دعاك الحسين عليه الصلاة والسلام ماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ تريد الصورة الآن السوداوية القبيحة الخسيسة عن هذا الرجل؟ اقرأ فيما رواه ابن عنبة في عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، الصفحة 362، وكذلك ما رواه أبو نصر البخاري في سر السلسلة العلوية الصفحة 96، واللفظ لهذا الأخير يقول لما يترجم لعمر بن علي بن أبي طالب، يقول دعاه الحسين عليه السلام إلى الخروج معه
فلم يخرج، فلما أتاه مصرعه، بلغه نبأ مصرع الحسين عليه الصلاة والسلام، خرج في معصفرات له، لابس ثياب فاخرة بين اللون الأصفر والوردي والأحمر، تسمى الثياب المعصفرة، واللي أيضا فيها لون مثل لون الزعتر هالشكل. خرج في هذه الثياب الفاخرة وجلس بفناء داره، كأنه يريد يتلقى التهاني يعني على سلامته، جالس بفناء داره في ساحة داره، ويقول: أنا الغلام الحازم، أنا اللي أفهم عدل، أنا الغلام الحازم، ولو خرجت معهم لذهبت في المعركة وقتلت. انظروا إلى منطق هذا الرجل، يعتبر القتل مع سيد الشهداء شنو؟ خسارة، وهو ابن من؟ ابن أمير المؤمنين. الآن لما أنت توازن بين هذا الرجل وبين عبد زنجي أسود مثل من؟ جون عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، لأن المعصوم صلى وسلم عليه، أيهما أعظم عند الله؟ هذا العبد أعظم عند الله بأضعاف أضعاف ما كان عليه عمر بن علي أمير المؤمنين، بل أصلا لا قياس، لأن هذا الثاني هالك أصلا، هذا هالك، نعوذ بالله. قال زين العابدين عليه الصلاة والسلام: لو أن عبدا زنجيا تعصب لنا أهل البيت لوجب على الناس نصرته أو طاعته. أحيانا العبد الزنجي يصير أعظم من السادة أبناء رسول الله، ليكون يصير تغترون فلان سيد وعمامة سوداء هل قد على رأسه، إذا هذا منحرف عن منهاج الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، وواحد يأتيك من أي بلد من جنوب أفريقيا يمشي على منهاج الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، هذا الجنوب أفريقي تخليه على راسك، وذاك اللي اسمه سيد وأبناء سادة تدوس عليه ما تحترمه. هذا الذي علمنا أئمتنا الأطهار عليهم الصلاة والسلام. نعم، هذا من بني هاشم، هذا من أهل البيت، هذا ابن علي أمير المؤمنين، لكننا لا نحترمه في حين ذاك من بني أمية، سعد الخير، سعد بن عبد الملك الأموي من بني أمية نخليه على رأسنا. ليش؟ لأنه كان مسلماً مطيعاً للأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، فقال فيه الباقر: أنت أموي منا أهل البيت. إحنا مو دين عائلي وراثي، إحنا مو دين أسري، ما عندنا هذه الاعتبارات الأسرية الوراثية العائلية. نعم، إذا كان الشخص من هذه الأسرة المقدسة، أسرة آل محمد الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، وهو على منهاجهم فنور على نور، أما إذا كان فهو من ألد أعدائهم يصير إذا ما كان على هذه الصفة. هذا شوف منطقة ما يستحي. يبلغه نبأ مصرع أبي عبد الله الحسين سيد شباب أهل الجنة، بدلا من أن ينصب سرادق العزاء، بدلا من أن يبكي، بدلا من أن يظهر أسفه، يروح يلبس أفخر ثيابه ويجلس بفناء داره ويقول: أنا الغلام الحازم، أنا كنت أفتهم أحسن من عند هذا، كان راح يوديني بمهلكة. نعوذ بالله من سوء المنقلب. وبالفعل تاريخه خسيس، ترى هذا تاريخه إذا تقرأه خسيس إلى آخر يوم. آذى الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، شتم الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، كان يشتمه يأذيه، يروح يتحاكم إلى الطاغوت، يروح إلى سلاطين بني أمية ينازع الإمام زين العابدين على شنو؟ على الصدقات، على الصدقات.
يقول ليش هذا؟ هذا علي بن الحسين، أنا أكبر منه، أنا سيده أصلا، مو هو سيدي، أنا أكبر منه، فليش هذا يتولى صدقات علي بن أبي طالب؟ ما أوصى علي بن أبي طالب به من الصدقات من خراج يعني حيطانه وبساتينه والأوقاف التي كانت لعلي عليه الصلاة والسلام، ليش هذا يتولى توزيعها؟ أنا أتولى توزيعها، أنا المسؤول عنه. يروح يتحاكم عند من؟ عند الأمويين، على من؟ على علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام، ويشتمه. شوف في مناقب آل أبي طالب عليهم السلام لابن شهر آشوب عليه الرحمة في المجلد الثالث الصفحة 308 يقول: ويروى أن عمر بن علي خاصم علي بن الحسين إلى عبد الملك، يعني إلى عبد الملك بن مروان، في صدقات النبي وأمير المؤمنين، أنه صدقات النبي وأمير المؤمنين من يتولى شؤونها، فقال: يا أمير المؤمنين، هذا منو يقول؟ عمر بن علي يخاطب من؟ عبد الملك بن مروان، يقول له: يا أمير المؤمنين، أنا ابن المصدق اللي هو علي، وهذا ابن ابن، هذا حفيدة، فأنا أولى بها منه. فتمثل عبد الملك بقول أبي الحقيق أو أبي الحقيق، عبد الملك يجيب بيت شعر يقول: لا تجعل الباطل حقا ولا تلط دون الحق بالباطل. يعني أنت كلامك هذا شنو؟ باطل هذا، هالشكل ده تحكي. وصية بعد وصية، خلص أوصى الإمام أمير، أو أوصى النبي إلى أمير المؤمنين في الصدقات، أمير المؤمنين أوصى إلى الحسن، حسن أوصى إلى الحسين، الحسين أوصى إلى من؟ علي بن الحسين. وهذا ترى كان حكمة من قبلهم عليهم الصلاة والسلام في قضايا الصدقات وما شاكل، حتى يظهر من هو الإمام الذي كان يوصى إليه في شؤون الصدقات، كان يعرف أنه ماذا؟ أنه هو الإمام. قم يا علي بن الحسين، يقول عبد الملك، فقد وليتكها، وليتكها، هكذا تلفظ، يعني خلاص أنت تتولى أمر الصدقات، ذاك خسر في المنازعة. فقاما، فلما خرجا تناوله عمر، يعني الآن خرجا من عندي عبد الملك، تناوله عمر وآذاه فسكت عنه ولم يرد عليه شيئا. الإمام زين العابدين ما رد عليه، آذى، شتم، شتم الإمام، تناوله يعني سباب أذاب الكلام. فلما كان بعد ذلك دخل محمد بن عمر على علي بن الحسين، ابن عمر بن علي اسمه محمد، هذا نفس اللي روى قبل الرواية التي مرت معنا، فسلم عليه وأكب عليه يقبله. يبدو هذا محمد بن عمر بن علي كان رجلا صالحا اللي مستحي من تصرفات والده، فرايح للإمام زين العابدين عليه السلام وأكب عليه وقبله. فقال علي عليه السلام، يعني الإمام السجاد: يا ابن عم، لا تمنعني قطيعة أبيك أن أصل رحمك، فقد زوجتك ابنتي خديجة ابنة علي، أنا زوجك بنتي، أنت تستاهل، والدك قاطع رحم، بس أنت ماذا؟ واصل للرحم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. شوف خساسة هكذا من أهل بيتهم عليهم الصلاة والسلام كان لهم أعداء. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول في رواية رواها الطبرسي في الاحتجاج: ليس منا إلا وله عدو من أهل بيته، من أهل بيته، من أهل بيتنا عندنا أعداء. بالفعل هالشكل تعرض أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. من هنا أيها الإخوة ندرك، أنتوا تعرفون عني أنه دائما أحاول الأمور غير المذكورة أذكرها لكم، يعني هاي الأمور التي أطرحها لكم حول سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، حول مجريات حادثة الطاف، أحاول أن أقدم لكم ما لا يقدمه الآخرون قدر المستطاع. فلذلك هذه الصفحات لابد أن تكشف،
لابد أن تعرف، لابد أن الناس تستوعب الأمور بشكل أوسع أعمق. أقول من هنا نعرف أيها الإخوة أي آلام كان يحملها قلب أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام. يعني أنت تخيل هالشكل، هم خذلان من الأمة، هم خذلان ممن زعموا أنهم شيعته وقالوا له تعال أقبل فإنما تقبل على جند لك مجندة، هم خذلان من أهل بيته، من أقربائه، من أخيه، من واحد مثل هذا. هذا ماذا كان في قلب أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام من آلام؟ من هنا تعرف لماذا كان الحسين يعتز بأخيه العباس، وقفة بطولية، وإخوة العباس والقاسم بن الحسن وأمثال هؤلاء الأخيار من أقرباء الحسين عليه السلام الذين ما قبلوا أبداً، ما قبلوا إلا أن يمضوا على ما مضى عليه الحسين. قيل للعباس وإخوته، عمر بن سعد لعنه الله ماذا قال؟ عفواً شمر، أنا آتيكم بماذا؟ بأمان. فقالوا له، بعد حافظين، ويحك وابن رسول الله لا أمان له. هذه المواقف البطولية، نعم الأخ المواسي. من هنا تعرف عظمة هؤلاء صلوات الله عليهم في قبال خسة أولئك، وتعرف أن الميزان هو هذا، من هو الذي كان مسلما لأبي عبد الله الحسين، من هو الذي كان مطيعا حقا لأبي عبد الله الحسين، من هو الذي كان خاضعا لأبي عبد الله الحسين ولأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، ومن ذاك المتمرد، من هو ذاك المتمرد. وإن الأولى بالطف من آل هاشم تأسوا فسنوا للكرام التأسيا. ابكوا على سيدكم وابكوا على هؤلاء الأولى من آل هاشم صلوات الله عليهم.